أما الفقرة الثانية فرح يكون موضوعنا عن أفضل الكاميرات الرقمية المتوفرة بالأسواق بأقل الأسعار واللي تلائم تطلعات هواة التصوير واللي بيبحث عن تجسيد لحظاته السعيدة. بفقرة سوبر تكنولوجي رح نشاهد بهذا الأسبوع ونتعرف على 5 كاميرات رقمية لهواة التصوير بسعر اقتصادي. في المرتبة الخامسة كانون IXUS 135 كاميرا بدقة 16 ميجا بيكسل تعتمد على تقنية الاستشعار CCD ولكن يعيبها دقة العرض اللي ما بتجاوز 720 بيكسل وامتلاكها شاشة بحجم 2.7 بوصة بالإضافة لوجود العديد من الوظائف اليدوية اللي يجب على المصور التطرق إليها قبل التصوير وفي المقابل ما بيتجاوز سعرها $150. أما في المرتبة الرابعة باناسونيك لوميكس DMC SZ9 جهاز الاستشعار الموجود فيها يعمل على ضبط الصورة وإضاءتها أثناء التصوير وتعتمد الكاميرا في هذه الخاصية على تقنية MOS وعدسة التصوير بدقة 16.1 ميجا بيكسل والتقاط صور بدقة 1080 بيكسل وشاشة بحجم 3 بوصة. أما السعر فهو $225. أما في المرتبة الثالثة سوني سايبر شوت DSC WX300 تعتمد الكاميرا على شاشة عرض OLED بحجم 3 بوصة وعدسة تصوير رئيسية بدقة 18.2 ميجا بيكسل وإمكانية تكبير الصورة 20 مرة وبدقة عرض 1080 بيكسل والقدرة على التقاط صور متميزة في وضعية الحركة. أما سعرها ما بيتجاوز $210. في المرتبة الثانية كانون IXUS 255 HS مع عدسة تصوير رئيسية بدقة 12.1 ميجا بيكسل وتقنية CMOS اللي تسمح بإظهار خلفيات مضاءة وإمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1920 بيكسل. كل هاي المميزات تجعل هذه الكاميرا ملائمة للمحترفين بمواصفات رائعة وسعر مناسب جدا حيث تتوفر بسعر $280. وفي المرتبة الأولى نيكون كولبيكس S9500 من إنتاج شركة نيكون اليابانية والكاميرا بدقة تصوير 18.1 ميجا بيكسل وأجهزة استشعار لزيادة الدقة في التصوير كما توفر صور بدقة 1920 بيكسل وشاشة عرض OLED بحجم 3 بوصة بدقة عرض Full HD. أما السعر فهو $290. الكاميرات الرقمية ديجيتال كاميروز أصبحت متوفرة بأسعار مناسبة للجميع ولكن أي شخص ما عنده خلفية كافية عن التصوير رح يقع في حيرة للاختيار بين الأنواع والمواصفات المتعددة والأسعار المتفاوتة. وللعلم تنقسم الكاميرات الرقمية إلى 3 أنواع Point and Shoot Dodge Over Compact System أيضا SLR. يعتبر النوع الأول من الكاميرات الرقمية Point and Shoot هو مخصص للهواة وللاستخدامات البسيطة. أما الكاميرا الثانية الاحترافية SLR فهي الكاميرات اللي تجدها مع المصورين المحترفين. أما كاميرا بيرج فهي الحل الوسط اللي بيحب التصوير وبيرغب في تنمية مهاراته.